جمهور السادسة في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم. حلقة جديدة ويوم أعتقد طبعا كل الأهلاوية مستنيين يشوفوا فرقتهم. حلقة النهاردة يمكن هنغطي فيها أهم أخبار نادي الأهلي قبل دقائق من بداية لقائه مع أسوان في الدوري. مساء الخير على حضراتكم. مساء الخير يا سارة. مساء الخير عليك يا أحمد، ومساء الخير على كل محبي الأهلي في كل مكان. زي ما أحمد قال كده، حلقة خاصة وتغطية خاصة لمباراة الأهلي وأسوان، ماتش مهم، ثلاث نقط مهمة لازم نستغل الماتش ده عشان نرجع لروح الانتصارات من جديد بعد التعادل مع الإنتاج الحربي في الجولة اللي فاتت، وكمان بروفة مهمة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك بإذن الله نكون إحنا الفايزين بقى وخلاص نقرب من حسم لقب الدوري إن شاء الله. والحقيقة سارة أنا بيتهيأ لي بشكل كبير جدا، وبعيدا عن حسابات الورقة والقلم، فرقة النادي الأهلي بتبص دلوقتي لكل مباراة بتركيز واهتمام شديد جدا، بصرف النظر عن اسم المنافس وبصرف النظر عن اسم البطولة حتى. صحيح في يمكن تركيز واهتمام كبير جدا من الجمهور ومن الإدارة ومن الجهاز الفني ومن اللاعبين نفسهم على بطولة أفريقيا، لكن أنا بيتهيألي إن كل مباراة النهاردة بتدخلها الفرقة أو بيدخلها فريق نادي الأهلي هي مباراة في غاية الأهمية. برضو مرة تانية بكرر بصرف النظر عن إحنا بنلعب مين، مع كامل التقدير طبعا والاحترام لفرقة أسوان، أنا بيتهيألي النهاردة إن جمهور النادي الأهلي وهو بيستنى الماتش مش شاغل باله قوي بالثلاث نقط، يعني مش يعني يكاد يكون، مع كامل التقدير والاحترام لفريق أسوان، يكاد يكون جمهور النادي الأهلي حاطط الثلاث نقط في جيبه، لكن كل حاجة في الملعب واردة. احنا اتعلمنا الحقيقة وشفنا أسبوع قاسي جدا في دوري أبطال أوروبا، لكن أنا بتكلم بحسابات الورقة والقلم. يهمه جدا 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 يطمن على فرقته، المفروض انه الكيرف بتاعها هيطلع بشكل تدريجي. حصل كبوه في ماتش الانتاج، وارد انها تحصل. مهم جدا انه النهارده نشوف في الملعب اولا التشكيل اللي هيبتدي بيه مستر ريني فايلر، مطلوب او يمكن الجزئيه المهمه في الملعب يا ساره هي فكره الناحيه الهجوميه، الحلول اللي ممكن نحن خصوصا مع فكره التكتلات الدفاعيه اللي بتلجا ليها معظم الفرق اللي بتواجه النادي الاهلي، ازاي يبقى في تنوع في الاختراقات، ازاي نستغل الاطراف بشكل امثل، ازاي خط النص يسند ويكمل مع خط الهجوم، كل التباديل والتوافيق الممكنه داخل المستطيل الاخضر، ده الشغل الشاغل للجمهور بتاع النادي الاهلي. مهم جدا ان كل ماتش يقدمه الفريق يبقى رساله طمانه لجمهور النادي انه القادم افضل وانه القادم احسن وانه الاهلي بيتطور على كل المستويات، مدركين تماما وبنأكد مره ثانيه، واعتقد دي نقطه مفهومه عند الجمهور انه احنا الفريق مر بحاله استثنائيه، فتره توقف طويله جدا بالتاكيد اثرت على مستويات اللاعبين خصوصا البدني منها، ولو كنا الحقيقه ما لاحظناش ده قوي في الماتشين المباراتين الوديتين الاهلي لعبه، لكن منتظرين بقى على المستوى الرسمي انه الكيرف يبتدي يعلى بشكل تدريجي. والنهارده الاهلي بيلعب باريحيه، مفيش حاله الضغط النفسي، مفيش فكره الصراع على النقطه اللي بتاثر بالتاكيد على مستوى اللاعبين، بيبقى في حاله توتر، بيبقى في شد عصب، بيبقى في خوف شديد جدا على كل نقطه احنا بنلعبها. النهارده في اريحيه، واعتقد ده يدي مساحه اكتر من اللعيبه والجهاز ان هم يلعبوا بمنتهى الاريحيه. قالوا يا احمد انه بنتعلم من الاخطاء، اخطاء مثلا مباراه الانتاج الحربي احنا نتعلم منها، وانه يعني الفريق هيبقى في تصاعد مستمر مع كل مباراه. كمان عجبني لما حمدي فتحي قال احنا بنلعب مباريات الدوري كانها مباريات كؤوس، احنا مش عايزين نخسر ولا ماتش ومش عايزين نفرط في ولا نقطه، وهي دي الروح اللي محتاجها جمهور النادي الاهلي من فريق الاهلي. زي ما انت قلت الدوري مهم جدا زي ما افريقيا مهمه جدا. السؤال مش بالنسبة للجمهور، أنا بتكلم وجهة نظر الجمهور إن كان ليا يعني أو قطاع عريض جدا من الجمهور، السؤال مش هنكسب ولا لأ، هو السؤال هنكسب إزاي؟ يعني أنتِ ممكن تكسبي وأنتِ مقدمة عرض باهت، وأنتِ بتطلعي بعد الماتش علامات استفهام كتيرة جدا للناس تقول إحنا الماتش اللي جاي عندنا الزمالك هنعمل إيه في ماتش الزمالك؟ لا ما إحنا عشان كده وربنا يستر في بطولة أفريقيا، لكن هو السؤال أنتِ هتلعبي إزاي؟ يعني جزئيه السكور والثلاث نقط دول كفه مهمه جدا، ما حدش يقلل من اهميتها، لكن في نفس الوقت الاهم ازاي هتقدمي 90 دقيقه، ازاي هتظهر او هيظهر شكل الفريق في ال 90 دقيقه اللي يبعت لجمهور الاهلي رساله تقول انه احنا بنعلى ماتش بعد الثاني واحنا جايين بشكل طبعا قوي وبنحضر نفسنا طبعا لماتشات اكثر اهميه واكثر صعوبه قادرين ان احنا ان شاء الله نتخطاها. احنا عشان كده بنقول ان احنا بنعذر دايما الفريق لو كان في اي اخطاء، لان كان في زي ما انت قلت كده فتره توقف كبيره، طبيعي انه الاداء مش هيرجع مره واحده، هيبقى تصاعدي مع لعب المباريات، لكن
بعد كده يعني في ماتش زي ماتش الوداد في افريقيا احمد، ساعتها بقى مش هيبقى فيه مجال يعني للخطا، نتمنى انه ما يكونش فيه اي مجال للخطا ويكون بقى ساعتها الفريق في احسن صوره ممكنه زي مستواه قبل فتره التوقف واحسن باذن الله كمان. صحيح، يعني انا هعمل لك مقارنه سريعه جدا يا ساره قبل ما ندخل في تفاصيل اخبارنا ما بين فريق برشلونه اللي خرج من دور الثمانيه على ايد بايرن ميونخ بصرف النظر عن السكور، يعني سيبك من قصه ال 8-2، هزيمه ثقيله وكل حاجه وفضيحه بالنسبه لبرشلونه وعامله زلزال في داخل النادي، لكن سيبك من السكور دلوقتي، برشلونه خرج على ايد بايرن ميونخ والمان سيتي خرج على ايد ليون، بس شتان في الاداء وفي مستوى الفرقتين في كل مباراه على حده، يعني ما تقدريش يعني هزيمه مذله واداء مهين صح. من برشلونه، لكن المان سيتي الحقيقه يعني الكوره بتاعت رحيم ستيرلينج اللي هي قبل الجون الثاني بتاع ليون لو جت كان ممكن جدا جدا نشوف النهارده او نشوف بعد بكره بايرن ميونخ بيلعب مان سيتي في قبل مان سيتي خرج بكرامته بالظبط كده، ادى اداء ما يستحقش، ناس كتير جدا شايفه انه ما كانش يستحق يخسر. انا اللي بقوله بقى انه احنا مع الثلاث نقط ومع الفوز في مباريات مهم جدا مستوى الاداء عند اللعيبه، وتعالوا نتابع بقى اهم الاخبار المتعلقه باستعدادات الاهلي لمقابله اسوان.